معانا الاستاذ عمرو من اسكندريه. معلش اتمنى عليك يا استاذ عمرو ان انت توطي التلفزيون تسمعني من التليفون لو تكلمت. لا انا بعدت عنه تماما. بعد اذنك انا كنت هسال بس سؤالين باختصار يعني. اول سؤال انا بتكلم عن الصلوات الفائته، عايز اعرف بس ايه الواحد يقدر يعني ياخديها ازاي. طيب دي اول سؤال، سؤال عن الصلوات الفائته. السؤال الثاني عن الميراث، ميراث الكلاله. طيب كان دلوقتي في يعني كان يعني اعرف حد يعني ليه عمته وكده، فيعني عموما ما لهاش اي وريث غير ابن اخوها الشقيق، تمام؟ فعايز اعرف ما لهاش اي حد تاني خالص. نعم ما لهاش اي حد تاني خالص يعني ما لهاش له يعني اعلام الوراثه، اعلام الوراثه طلع بابن اخيها بس. لا هو بص، لا هو انا عارف ان لفظ الميراث ايه بعد الوفاه، لا هو لسه هي على قيد الحياه، تمام؟ بس لا 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 هو اللي فاضل اللي طلع اعلام الوراثه بيه ان لا 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 هو هي لسه الشخص اللي هي الست دي ما توفتش. يا سلام. تمام. انا بقى بتكلم في ايه، لان في مشكله قائمه في العائله بسبب الحاجات دي، طبعا هي شيء يعني مخزي يعني. ايه المشكله القائمه؟ لا المشكله لا ان ثلاث ارباع يعني الموجودين كلهم بيتصارعوا على ان ياخدوا منها اي حاجه، تمام؟ معلش يا استاذ عمرو بعد اذن حضرتك. اتفضل. خليني اجاوبك على سؤال الصلاه الفائته عشان انت هتفضل معايا في سؤال لا ميراث، احنا لسه ما فيش ميراث دلوقتي خالص. بالظبط. ايوه واحده بس اصل انت لما قلت لي ده انا بسال في ميراث الكلاله، انا بعد دلوقتي كنت اورث ناس والناس هتورث، بس طبعا انا ما بورثش قبل ما اسمع الكلام. اسمعني لو سمحت. الصلاه الفائته صلي مع كل صلاه صلاه من جنسها، يعني صلي مع كل صلاه صلاه من جنسها. بس انا عايز اقول لك حاجه يا سيد عمرو، ما ينفعش الناس تعمل كده في بعضها. احنا عندنا احنا عندنا حد لسه حي، وسؤال حضرتك ملوش محل من الفقه. السؤال عندنا عشان اسمع بس يا سيد عمرو، السؤال عشان يبقى سؤال في الميراث لازم يكون عندنا ثلاث حاجات. لازم يكون المورث انتقل الى الرفيق الاعلى، لازم يكون الوارث ما زال حيا، لازم المساله الثالثه ان يكون في تركه. احنا عارفين مين هيموت قبل مين عشان نقول ده احنا عندنا واحده وعندها ابن اخوها مجاز. انا اسف يعني دي اقدار الله واجال الله، محدش عارف مين هيموت قبل مين، فلذلك السؤال لا محل له اصلا من الفتيه. انا بس كان سؤالي في نقطه معينه، بتكلم في صراع الاقارب اللي بيحاولوا يعني مثلا يقنعوا الشخصيه دي ان هي تكتب مثلا حاجه باسمهم. انا عندي فكره، انا عندي فكره، محدش من حقه ان هو يعمل اي حاجه. يعني ابن اسمع بس يا استاذ عمرو، اسمعني يا استاذ عمرو، مش من حق ابن اخوها ان هو يعتبر نفسه وارث ويعتبر ان الناس ديت بتتصارع على مالها. ده سلوك باطني وعاطفي غير ايجابي، ده ما يصحش في سلوك المسلمين وفي اخلاقهم. هو ازاي هو يفترض ان هي ماتت وان هو الوارث فهم بياخدوا من حقه؟ يا سيدي الراجل لسه عايشه وتتصرف في مالها زي ما هي عايزه، تكتب كل مالها للناس اللي بيتصارعوا وهو ماله، هو ملوش حق في هذا المال. ده هو اللي غلطان مش هم اللي غلطانين. هو ازاي بيبص لمالها بهذه الطريقه؟ يا جماعه اموال الناس محترمه، وما ينفعش ان حد يمد عينه لمال اخيه ولا لمال عمته. مش من حقه انه يعتبرهم بيتصارعوا. وانا اخشى ان الشخص ده يكون عنده داء المظلوميه وحاسس ان هو ضحيه وان الناس دول كلهم بيتكلبوا على حقه. لا حضرتك مالكش حق، الست دي لسه ما زالت حيه وما زالت لها اهليه وتتصرف في مالها كيفما شاءت، حتى ولو ماتت وليس عندها اي شيء ده من حقها، ولا هي ظالمه لحد ولا حد تكلب على حد ولا حد بيتصارع على حد ولا اي حاجه. واحد يا اخي ما جايز بيحسنوا لوحده كبيره في السن عشان يراعوها بشكل محترم وتعيش اللي فضلها من حياتها بشكل محترم، وهو قاعد يبص عليهم وهم بيحسنوا اليها
ويقول ده بيتذللوا لها عشان هي تكتب لهم. طب ما جايز العيب الاخلاقي فيه هو مش في الناس. بلاش الطريقه دي، الطريقه دي مش صحيحه خالص التعامل مع اموال الناس.